مساكم الله بالخير من جديد مشاهدينا، وحياكم الله معنا. اليوم نرحب طبعا بالأستاذ يوسف خالد المرزوق، رئيس تحرير جريدة الأنباء، اللي يعني صراحة هو مقل جدا بالظهور التلفزيوني والإعلامي، وإحنا سعداء أكثر إن شرفنا الليلة بهذه الليلة المميزة من ليالي الكويت. مساك الله بالخير، يا هلا فيك أبو خالد. يا هلا فيك، مساك الله بالخير وحياك الله أبو خالد. يا هلا أخوي محمد. يعني نقول ألف مبروك، جزاكم الله خير، بارك على فيكم، النجاحات اللي قدمتها جريدة الأنباء. الأنباء واحنا ماسكين شنو الأنباء، العدد حصري اللي هي مرآة الحقيقة. نعم. مرآة الحقيقة، هذا حق باكر تو طالع من الفرن، تو طالع حصري لنا حق ليالي الكويت. ألف مبروك طبعا، هذه الاستمرارية وهذه النجاحات 41 سنة. نعم. في احتفال راح يكون موجود مثل ما عودتونا كل سنة إن شاء الله. متى راح يكون إن شاء الله؟ يعني نتوقعين على نص شهر 3 إن شاء الله بإذن الله. يعني نتكلم أول شيء نرحب فيكم، نقول لكم جزاكم الله خير على الاستضافة، ومشكورين هالبرنامج يعني المتألق، وإن شاء الله دائما نشوفكم متألقين. وشكرا على قبول الدعوة. يعني مثل ما تفضلت، يعني ترى قليل الظهور بس يعني ما قدرنا نردكم. حياك. ونرحب على السادة المشاهدين تلفزيون الكويت والطاقم اللي يعمل على البرنامج، ومشكورين على الاستضافة مرة ثانية. نتكلم عن موضوع الحفلة شوي. يعني الحفلة احنا كنا نسويها كل سنة، حتى من قبل انا انضم حق فريق الأنباء. يعني الحين صارت الحفلة ايفنت سنوي، الناس كلها تنطرها وكلها تسأل عنها متى الحفلة، ونبي ننعزم ونبي نيجي، لان قمنا نحط لها شوية اضافات. طبعا الحفلة هي فنية اكثر ما هي احتفالية بعيد الأنباء، وهي اصلا مو للأنباء، احنا صارت الحفلة حق جمهور الأنباء بلا شك. فيتحللها ان فيها برامج متنوعة، وفيها ضيوف من خارج الكويت، فيها تكريم شخصيات، وفيها تكريم شخصيات. نعم. يعني حرصنا أن نكرم الشخصيات اللي قدموا شيء حق الوطن، اللي كان لهم دور في الكويت، حتى إذا كانت شخصيات من كويتية. يعني وكل سنة قاعد نحاول أن نجيب فئة ثانية من المجتمع. يعني العام كانت الفئة العلمية، قبل العام كانت فئة فنية، فكل سنة قاعد نحاول أن نطعمها بشيء جميل. احنا كل سنه موجودين اعلاميا. انت يعني شارع الصحافه كله دائما ينتظر جريده الانباء. صحيح. واحتفالها. صحيح. السنه هذه انا عرفت انه راح يكون الشكل مختلف نوعا ما. نعم. اقرب الى انه يكون مهرجان. صحيح. فعاد صحيح. نبي شويه زياده منك معلومات، لان صراحه كل ربعك مقفلين. وما يصير نفشي على اسرارنا، بس نعطيكم يعني نبي نبدأ. احنا حصري حق ليالي الكويت ان شاء الله تستاهلون. اول شيء الحفله كان كل سنه، يعني في مثل ما تفضلتي في برامج متنوعة. هالسنة قررنا نغير شوية، راح يكون في نوع مع التكريم، راح يكون في نوع من العرض المسرحي الجديد اللي ما كان موجود ما شاء الله، أو ما كان متوفر في المنطقة. نعم. قاعد نتواصل مع شركة كوندور، يعني ما شاء الله مميزين جدا، وهم اللي كانوا معانا على مدى السبع سنوات السابقة. فقاعد نبحث الافكار الجديده شنو. فواحده من المفاجات لهذا اللي بفشي عنها ان راح يكون في نوع من العرض المسرحي اللي ان شاء الله ما شفتوه من قبل. ما شفناه من قبل. نعم. شغله جديده. هذا مفتوح للجمهور يعني، ولا بس راح يكون دعوات. بس يوم الحفل، يوم الحفل فقط. يوم الحفل. نعم. حلو. استاذ يوسف، يعني احنا شهادتنا مجروحه في جريده الانباء، ما نبي انت موجود ونمدح الطاقم. نعم. الصحفي اللي موجود والتحرير، لكن في يعني دائما الانباء تكون فيها الصفحه الاولى او اوله الاولى، في اولى ثانيه. نعم. اولى مكرر. ليش؟ شو السبب؟ بدا الاولى نسميها. اي بدا الاولى. هذه ترى الحركه هذه ترى الانباء اللي ابتكرتها. اي ومن قبلي انا، يعني انا مو انا اللي مبتكرها، كان الطاقم الموجود، وكانت اختي بيبي الله يمسيها بالخير هي رئيسه التحرير قبلي، كان من كثر الاعلانات او ساعات من كثر الاخبار الموجوده وكلها تستحق انها تكون اولى. فاخترعنا شغله بدل اولى، واليوم ترى الانباء يمكن وصلت عندها اربعه بدل اولى ساعات بعض الايام، يعني من كثر الاخبار اللي نعتقد انها هي مهمه، وايضا من كثر الاعلانات، لان الجريده كثر ما تتطور يصير الاعلانات تزيد فيها. نعم. والبرايورتي حق الاعلان بالجريده. فلما تشوف مثل حاله اليوم عندنا نص اولى اعلان. فمو كافيه الاخبار ان تغطي على الصفحه الاولى، فحطيته بدل الاولى، فنأشر عليها ان ترى في صفحه ثانيه بدل الأولى. عاده الصفحه الاولى هذه لما تصير بدل الاولى تصير الاخبار الاحدث. نعم. هي اللي تاخذ يعني وقع الصداره. لا دائما شوف يكون الخبر الرئيسي هو الاولى. أي. اولى نسميها. نعم. هذا الخبر المهم. الاخبار اللي تليها اهميه، وتشز يعني نعتقد انها تكون. أي. ما تقل وايد اهميه عنها. أي.
ننقلها على البدل. حلو. أيه. انا احب يعني ليس تزلفا لكن الانباء تميزت بعيدا عن الصحافه، هي تنفذ وتفعل نظريه المسؤوليه الاجتماعيه، فهي صحيح. قريبه دائما من ابناء المجتمع وفي الفعاليات الوطنيه الصحيه بكل فعاليه موجوده. الحمد لله. فهذا ايضا يعني استاذ يوسف للامانه العاملين عندكم بالانباء دائما يتكلمون عن روح الاسره الواحده صحيح. اللي تجمع يعني شمل موظفينكم، يقولون ما نحس ان في مرؤوسين. صح. احنا كلنا زملاء داخل الجريده، وايضا من الامور الجميله جدا واللي يعني توصلهم لمرحله من الاستقرار النفسي اللي تخليهم يعطون اكثر ويبذلون اكثر، هو ان انتم تاخذون بالكم حتى اذا لو حصل الله لا يقولها توفى احد العاملين يستمر راتب هذا الموظف، وهذه صحيح. حاصله عندكم بالجريده صحيح. فاحنا صراحه يعني نشد على ايدكم ونقول يعطيكم الف عافيه، وهذا مو غريب عليك ابدا ولا على عائله المرزوق. وايضا الخبر الجميل اللي شفناه وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الفتره الماضيه، يعني هم من كان من الامور اللي نقول عليها يعني ايادي بيضاء خفيه. جزاك الله يعني انت دائما تسوي الخير وتوخر تروح ورا الكواليس. اكيد بلا شك. انت رافض انه يمكن ينعرض شيء، لكن صاحب هذا الموضوع هو اللي حرص علينا، يقول كانت امنيه وقد تحققت بفضل الله ثم جهودك عمي الحبيب يوسف خالد المرزوق رئيس تحرير جريدة الأنباء. ما راح نتكلم، نبيك تشوف. جزاك الله خير. السلام عليكم، أرحب مشاهدين برنامج ليالي الكويت، معاكم قانم المفتاح. حاب أفاجئ عمي يوسف بن خالد المرزوق بلقائه في تلفزيون دولة الكويت الحبيبة. حاب أقول لك إن رحلة العمرة أحلى رحلة في حياتي، وتشرفت إني أكون معاك، ولك مني خالص الحب والدعاء، وأحبك وايد. مشكورين، يعطيكم العافية. احنا ما نقدر يعني اكثر من الكلام اللي قاله، الدعاء، فالله يجزاك خير. وهذا مثل ما ذكرت جميلتي غاده، مو غريب لا عليك ولا على والدك رحمه الله عليه ولا على اسره المرزوق. تعليقك على هذا الفيديو. بس تسمحون لي اعقب شويه على الموضوع. اول شيء تكلم عن جريده الانباء، يعني احنا فعلا اسره، وهذا ترى مو شيء انا مخترعه، هذا من الوالد الله يرحمه رحمه الله. مثل ما تفضلت موضوع الراتب اللي يمشي بعد وفاه الموظف، او انا اسميهم زملائي واسرتي، واعتز وافتخر فيهم صراحه، لان يعني عندي طاقم جدا وفي ويعني مليء بالعطاء، فاحييهم من هنا واقول لهم يعني جزاكم الله خير، وان شاء الله نبي المزيد بعد. هذا والدي الله يرحمه، كان دائما الموظفين اللي عندنا، وكان يحرص علينا ان ترى هذا اسرتكم. فعلا احنا قاعد نشوفهم ترى اكثر من اهالينا، يعني قاعد نقضي معاهم ساعات عمل طويله. ففعلا هاي روح الاسره الحمد لله موجوده، وانا اشجعها، واعتقد هاي سبب النجاح، لان الاستثمار الرئيسي في العنصر البشري، بعدين عاد تاتي المؤسسه والمطابع والمكاين. بالنسبه للاخ غانم يعني فاجاتوني جزاه الله خير، بس انه يعني صراحه هذا الولد يعني اعطاني قوه ما كانت عندي، يعني ما يقول شوف بلوه الناس تهون عليك بلوتك، يعني ما شاء الله كله عزيمه وكله اصرار. وانا شخصيا وحتى والدتها كانت تقول لي الله يحفظها انه ما كنا متوقعين راح يكمل 7 لفات على ايده، وما شاء الله بعزمه واستطاعته. فنحييه من هني ونقول له مشكور، ونقول نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. شلون تواصلت وياه؟ يعني شلون صار التواصل؟ هو اطلق امنيه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا هو سلمك الله، اعطيك السالفه على السريع. هو قبل سنتين زار الكويت، وزار صاحب السمو الشيخ صباح، صحيح. وزار كثير من رؤساء الدول. فضمن زيارته قبل سنتين قالوا لي يبي يمر يسلم عليك ويشوف جريده الانباء. قلت حياهم الله. وصلوا شاف، خذ لفه بالجريده وقعدوا وشرحوا له وكذا. جيت قعدت معه، من ضمن السوالف يقول انا امنيه حياتي اني اطوف الكعبه على ايدي. سبحان الله. انا طبعا ذاك الوقت ما كنت ماخذها بمحمل الجد، يعني كان يعني ما ابي بعد اكسر مخاطره. فقلت له يبا متى ما تبي انا حاضر، انا اروح وياك بنفسي. جزاك الله. وسبحان الله طلع الولد رجع بلده سنتين، يعني ما صار شيء بالموضوع. فانا توقعت انه يعني يمكن راحت الفكره من باله او شيء. تفاجات عاد الاسبوع اللي فات متصلين انه ترى عنده اجازه دراسيه، واذا تقدرون ترى بنروح. قلت يلا الساعه المباركه، مع اني كنت خايف ترى طول الوقت، يعني سبحان الله حد يصير فيه شيء ولا حد يدوس مني، لان تعرفين مزاحم بالحرم. بس جزاهم الله خير يعني الاخوان في السعوديه
قاموا بجهد جبار وطوقوه بحرس، ويعني كانت من اجمل العمرات اللي سويتها في حياتي. جزاك الله خير صراحه. ويعني احنا الحين نبي ندخل بالجد، نبي نتكلم شويه عن الصحافه وعن مساله الوراثه بالعوائل الكويتيه للسلطه الرابعه عندنا بالاعلام. نعم. الصحافه مهمه جدا، وللامانه هي لها كلمه قويه جدا بالشارع الكويتي. صحيح. فخلينا نتكلم عن مسألة أن والله جريدة الأنباء هي جريدة عائلية، يعني توارثتوها بينكم وبين بعض، لكن ظل الخط اللي نقدر نسميه الأكثر اعتدال، يعني ماشين ستريت مثل ما تقولون، هي مرآة الحقيقة. إذا نبي نعرف الخبر الصجي اللي ما فيه يعني لف ودوران، نروح الأنباء علشان نقرأ. مصداقية. نعم. كلمني عن هالموضوع هذا. زين، أول شيء ترى كل جرائد الكويت جرائد عائلية. وبالسابق تعرفين كان 5 جرائد فقط، من ضمنهم الأنباء، يعني هم الأقوى في البلد. في بعض الأحداث صارت وتسكرت بعض الجرائد وكذا، ولكن اللي كانوا باقيين من الخمس الأوليات هم الأقوياء لا زالوا. يعني هذا طبعا موضوع المصداقية وموضوع مرآة الحقيقة، يعني عشان نوصل حق المرحلة أخذ جهد ويعني تعب سنين. ولا ويعني تكبدنا خسائر إخبارية، ما راح أقول مادية، لأن في أخبار أنت عارفين الجرائد لازم سبق ولازم شيء ساخن ولازم كذا. في وايد أخبار إحنا كنا نحس إنها قريبة إلى الصراع إلى الحقيقة، لكن مو 100%، فكنا نستبعدها، وهذا سبب لنا خسائر، لأن ممكن تنزل بجريدة ثانية، ممكن تنزل بموقع إلكتروني أو كذا، راح يقولون الأنباء ما عندها الخبر. بالعكس، الأنباء عندها كل الأخبار، لكن الأنباء تنتقي الأخبار الصادقة واللي تهم الوطن والمواطن. لأن أنا شنو بيفيدني أنا أحط لي خبر والله ما له أي معنى أو ما له أي عائد على القارئ أو المواطن الكويتي. فإحنا دائما ننتقي الأخبار اللي تنفع المواطن، اللي تنفع البلد. ودائما تلاحظون الأنباء تبتعد عن السلبية. حلو. إحنا دائما إيجابيين، وإن كان في سلبيات إحنا نحاول أن نحط الحلول لها. حلو، كلام جميل. يعني مثل ما قلت، ما ذكرت أستاذ يوسف، أن سياسة الالتزام موجودة، يعني ما في خبر سريع تحط على طول، لا ممكن أجله كذي. في ظل التواصل الاجتماعي هذا ما يأخر الأنباء شوي؟ تصدق لا، لأن تميزنا فيها، صار تميز، يعني صارت تميز، صارت الناس فعلا مثل ما تفضلت أختي، قالت تبون تقرون الخبر الصح أو الخبر الصادق راح تلاقونه بالأنباء. حلو. فهذا بحد ذاته أنا بالنسبة لي نجاح، يعني ويعني الخبر يمر بفلاتر عندنا يعني ما تتخيلون عشان ينزل. وحتى صيغة الخبر أنتم حريصين حتى على انتقاء الكلمات. صحيح. اللي تكتب بالمنشط. صحيح. دائما نحاول يكون شيء وطني أو كلمات كويتية، وما يسوي نعرات. لا أبدا. لا. يعني بالعكس، ترى حطينا افتتاحية أول ما صارت موضوع الطائفية والقبلية عندنا، حطينا افتتاحية وملتزمين فيها لليوم. هالكلام كان من 5 سنوات تقريبا. قلنا الأنباء راح تبتعد ابتعاد كلي عن موضوع الطائفية والقبلية والأمور عد الإسلامية والشحن الإسلامي. وهذا ما يمثل طبعا أهل الكويت، وهذا ديدن الكويت، لأن دائما يكونون أسرة واحدة. صحيح. الأستاذ يوسف خالد المرزوق، خالد المرزوق رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، يعني ما نقدر نتكلم في حضرة اسمه رحمة الله عليه، لأنه صاحب أيادي بيضاء وأيضا أعمال خيرية، لا ما نقدر نعدها. أستاذ يوسف، أنت شنو تعلمت من هذه الشخصية رحمة الله عليه؟ كل شيء، وهو مدرستي رحمة الله عليه. يعني شوف، كان أبوي الله يرحمه كان وايد شديد معنا إحنا، على الأقل يعني مع عياله، بس كنت يعني دائما بقرب له، ويعني كان من صغرتنا ترى ياخذنا معاه شغله ومشاريعه وجريدة الأنباء وكذا. احنا يهال زين، يعني ماني مستانس انا اروح على اماكن ما كنت افهم ليش. طلع قاعد يزرعها فيني، قاعد يعلمني من صغرتي، فالامانه تعلمنا منها الكثير. يعني لو نتكلم فيها بينا مدرسه حلقات يعني، بس تحس يعني اكثر مثلا 3 أطباع تطبعت فيهم، لان يقولون حضرتك اقرب شخصيه للوالد رحمه الله عليه. هل هذا صحيح؟ ان شاء الله، اتمنى اذا ان شاء الله خير. مع ان انا ترى اشوف اخوي الكبير فواز الاكبر مني، الله يطول بعمره ونمسيه بالخير من حلقتكم، هو الأقرب. لكن الحمد لله كل واحد فينا من عياله في خصلة من الوالد. يعني أنا أعتقد أنا تواصلي مع الناس، أحاول أساعد الناس كثر ما أقدر، الطابع التجاري يعني البزنس،
انا وايد عندي ميول تجاريه وميول استثماريه. اعتقد هذول الثلاث خصال يعني الاقرب ان انا اخذتهم من الوالد الله يرحمه. قواك الله. ما بين الاعمال الخيريه مساعده الناس، ما بين العمل الصحفي، ما بين التجاره، يوسف نعم. المرزوق شلون قادر يتواصل مع الناس؟ مبتلش يعني الصراحه شوف تاخذ جهد ووقت كبير منه أكيد. بس يعني احاول انا بشكل يومي اني انسق وقتي، يعني جزء الشركه، جزء الجريده، جزء الاستثمارات، التواصل الاجتماعي من افراح من عزيات. هذا الله يرحمه ابوي بعد علمنا هالشغله، العزاء ما يطوف، عرس ممكن تطوف، هذه من اهم المواجب. العزاء انت اول، وحتى من المقبره اذا تقدر يعني من المقبره. فعلى عادة الله يرحمه من نقعد نشوف شنو اكو عزاءات، شنو في كذا، طبعا بحكم الجريده يكون عندنا خبر مسبق طبعا. فاول شيء نبدي فيه العزاءات، بعدين عاد الشغل، الشركه ولا في اكثر من شركه انا داوم فيها، انسق بالاسبوع اروح مره هني مره هني كذا، ويوميا عاد بعد العصر بالجريده. فما في اصلا يعني ما في وقت اقول بين كل هذا وهذا عندنا بعد صور تبين لنا بعض الهوايات ابو خالد. يعني صدق انت ما شاء الله عليك يعني مسوي جدولك صح. اتمنى يعني خلينا نشوف بعض هذه الهوايات من خلال الصور الجميله اللي تزودنا فيها ورحلات قنص صحيح؟ هذه ترى من الوالد بعد، من صغرتنا كل سنة يودينا قنص. حلو، هذا وين بأي ديرة؟ هذه سلمك الله بالشيشان. أي الشيشان؟ قابلنا رئيسهم في ذاك الوقت. هذا تصيد أبو خالد ولا؟ شلون؟ تصيد؟ إي هذه الرحلة ما كان صيد، الثانية في واحدة ثانية فيها صيد. إي هذا شنو النوع اللي قاعد تصيدونه يعني؟ M16 كبيرة ثقيلة قوي وسلاح قوي. هذه متى استاذ؟ الرحلة هذه تقريبا من 3 سنوات رحنا قابلنا رئيسهم حق الانباء. رحنا كانت رحلة حق الانباء. ومن ضمن الزيارة كان يقول لنا بنوديكم تشوف، لان كانت هي عايشة بحروب شيشان، شكلها حرب مقناص بالضبط. هذا حضرتك؟ هذا عد الصيد. هذا الصيد هذا بط ولا حمام فزنت. ولا فزنت، نوع من الطيور يسمونه فزنت. أيه؟ قريبة على الحمام. أيه؟ مو موجود عندنا هذا؟ لا مو موجود هذا، بس بربا كان زين عندنا. لو عندنا كان نشوفهم ربعنا، كان كله صيد. اي والله. نرجع نتكلم شوية عن أقرب الهوايات لك، يعني اللي فعلا محببة لك واللي تحب تمارسها بين فترة والثانية قريبة من البحر. بحر. أحب البحر يعني من صغرتي. أيه. واحب السباحه. حداق ولا لا؟ لا لا ما لي حمالي بالحداق كله. ما ادري شلون جمعهم قناص وحداق. اي ما ينجمع. لا قناص احبه لانه يعني من صغرتنا واحنا نمارس الهوايه، بس انا اقرب الى البحر، احب اطلع رحلات بحريه، اروح الجزر بالكويت نسبح بالشاليه على مشروع الخيران، عندنا خوش بيتش مستحدثه جديده، بس بالشتاء ما تقدرين. فبالشتاء شو نسوي؟ نحول البر. أيه. مخيمات وباربيكيوز وشغلات كذي. بس هذا عاد وين تصدف؟ يمكن يوم بالاسبوع اذا قدرنا بعد، اذا صار في وقت اليوم اللي معنا. عاده الوزارات ومؤسسات الدوله والبنوك كلها تسكر الويكند، فاحنا بالجريده يوم الخميس عندنا سلو شويه موضوع الاخبار لان الجمعه ما في شيء بلا شك، والجمعه كذلك، فترد السبت عاد تشد حق يوم الاحد اخبار المجلس والوزاره. يعني بالحديث عن الجريده وسيستم العمل فيها، كثير من الجرايد بالفتره الماضيه واجهوا يعني صراحه صعوبات كثيره. نعم. وبعضهم اضطر انه يتخلى عن موظفين. صح. وبعضهم اضطر انه حتى يسكر باسباب اقتصاديه. صح. قدرتوا ان انتم يعني تكونون واقفين ضد الريح، يعني كانت ازمه اقتصاديه عالميه كبيره. صحيح. لكن قدرتوا ان انتم توقفون، يعني هل هذا ناتج للعقليه الاقتصاديه اللي ماسكه الجريده كمجلس اداره؟ ان شاء الله. لا يعني شوف حطينا خطه، يعني الحمد لله احنا الجريده الوحيده اللي ما مشينا موظفيننا اثناء الازمه، اذا كان في احد مشى ولا قللتوا المعاشات أبداً. او لا شيء من هذا؟ بالعكس زدنا. أي. يعني احنا في ظل الازمه، بعد الازمه، بعد السنه الاولى الازمه، زدنا معاشات موظفيننا. الموظفين اللي مشوا او اللي استقالوا كان ظروف اخرى، مو ظروف الازمه، اما مرض او اشياء شخصيه، اي يعني شغلات كذي. يعني انا لما جيت مسكت الجريده يعني مسكتها بعقليه تجاره، بعقليه بزنس، ما مو بعقليه صحافي. نعم. يعني اصلا انا مو صحافي يعني. نعم. فقدرنا مع الاداره الماليه عندنا ان نسوي نوع من الخطه، ان شلون نقدر نواجه الازمه وبنفس الوقت نحافظ على اسرتنا اللي هم
ابناء جريده الانباء والحمد لله نجحنا فيها. ويستاهلون عيالنا هذول. الصوره هذه طالع الصوره هذه على الهواء. هذه وانا ياهل صورتي وانا صغير من بهر هنا. هذه اي سنه؟ بال 94؟ لا وين كان زين كان زين. الصحه والعافيه. لا هذه اعتقد والله يمكن اخر السبعينات اعتقد كذي. احنا اكيد تشرفنا فيك الاستاذ. جزاكم الله خير مشكورين على الاستضافه. انا كان بخاطري شعار من دزلك. حاضر اجيك لعندك انت واختي غاده. انا بالدعوه. حاضر الدعوه. نشوف هذه المسرحيه من الحين موجوده. يعطيكم العافيه وشكرا لوجودك معنا ونورتنا صراحه. مشكورين ويعطيكم العافيه باقي الطاقم الجنود المجهوله اللي وراء الكواليس. مشكورين ما قصرتوا. طبعا ننتقل بعد هذا اللقاء الجميل الى فاصل ومكملين معاكم في ليالي الكويت.